فيها ثلاث أوراق. الورقة الأولى للدكتور حامد علي، وهو من عندنا من هنا أستاذ مشارك في برنامج الإدارة العامة وحاصل على الدكتوراه من جامعة تكساس في أوستن، وشغل منصب العميد بالوكالة في أيضا في كلية الاقتصاد والإدارة العامة هنا واقتصاد التنمية يقصد الإدارة العامة أو بالعكس في المعهد، وهو أستاذ مشارك في قسم السياسة العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، نشر العديد من الكتب والمقالات. الموضوع هو قوات الدعم السريع السودانية من ميليشيا إلى جيش. طبعا أنا بريء جدا من أي كلام يقوله الدكتور حامد ضد الدعم السريع أو الجنرال حميدتي، وكل كلام أنا لست موافقا عليه. شكرا. طيب I will be speaking in English because the PowerPoint was presented in English and it was very quickly I was asked by Amra Ashur to do this presentation and they gave me 4 days to respond it quickly. So I went and 4 أيام. وهذه لن يكون فيها أي تأصيل نظري، لكنها فكرة ستتطور في المستقبل. لهذا السبب أدعوكم بكل حرية أن تنظروا إلى هذه المحاضرة من هذا المنظور. قوات الدعم السريع في السودان هي قوة ميليشيا مرت في عملية تطور، وأولا السؤال البحثي لهذه الورقة هي الانتقال من وحدة أو وحدات التدخل السريع إلى قوة تشبه الجيش. الأمر الآخر هو قيادة حميدتي، محمد حمدان دوغلو، حميدتي is his nickname، وهو شخصية مهمة. حميدتي اسمه المعروف به واسم محمد حمدان دوغلو، وطبعا هو من خلفية فقيرة وصل إلى القمة طبعا، لكن تخللت هذه المسيرة الكثير من الجرائم التي ارتكبها. سنتحدث أيضا عن القوة الاقتصادية لقوة التدخل السريع. ترون في هذه الصورة، هذا أنا قبل عدة سنوات كنت أزور الحركات المتمردة لأنهم طلبوا إلي مساعدتي في أجراء المصالحة وتوحيد الفصائل، فالتقيت بقادتهم وقمنا بأمور جيدة سوية، لكن في النهاية المبادرة لم يكتب لها النجاح. كنت هذه الصورة كانت في 2009 و2010، كنت أصغر فيها سنا. لهذا السبب الدكتور عبد الوهاب محق في القول أنه لا علاقة له، يتبرأ مما سأقول. أنا أسمي هؤلاء الرجال قوات الدعم السريع الرجال الذين لا يعرفون الرحمة، والسبب أن هذه قوة أسستها النخبة الحاكمة في الخرطوم، أسسوها من أجل قمع المهمشين، ويمكن أن يهاجموا في المناطق في الأطراف. وهذا ما أقوله على نفسها جانت براقش. هم أخذوا ترسانة السلاح من الجيش وشكلوا هذه الوحدات من 60,000 إلى 80,000. الآن هناك ما يقرب من 30,000 منهم في اليمن و30,000 في الخرطوم، 30,000 في اليمن، وخفضوا الأعداد قليلا في اليمن وهم يجندون المزيد. هم طبعا في صفوفهم مقاتلون أجانب خاصة من تشاد، سأتحدث عن ذلك. طبعا في أيضا أفراد من بوكو حرام كما يقال. طبعا أسلحتهم بدائية،
لديهم أسلحة بنادق خفيفة وقاذفات صواريخ مقذفات صاروخية وبعض العربات من نوع بيك أب ويستخدمون تكتيكات قتالية يتبعها التشاديون والتقيت بعدد منهم في دارفور هم طبعا دائما القتال هو عن مسافات قريبة يهاجمون العربات أو طبعا يهجمون بسياراتهم لهذا السبب أحيانا نجد كنتيجة المعارك تتدمر المئات من عرباتهم مرة واحدة طبعا عمرو عاشور له الفضل هو الذي شجعني على كتابة هذه الورقة هو أعطاني السؤال البحثي أو المشكلة البحث التي يجب أن نبحثها وقال لي ابحث في القدرات القتالية لقوة الدعم السريع وأيضا ما هي التأثيرات السياسية لهم وما هو مستقبل هذه القوات هذا ما سهل علي الأمر طبعا الحميتيون هؤلاء ظهروا في العام 2007 وبعض أبناء التشاديين الذين هاجروا إلى شمال كارفور وقيل لهم أنكم غير مرحب بكم لأنكم لا تمتلكون العرف ذهبوا إلى جنوب دارفور واستولوا على مناطق في تابعة لقبائل الدكي وسموا المنطقة أم القرى لدينا في السودان هذا الهوس بأسلمت كل شيء بما في ذلك أسماء الأماكن فسموا المناطق طبعا هذا هي خلاصة لحياة حميتي ذهب إلى تلك المنطقة وأصبح راعيا وكما ترون في الصورة إلى الأسفل لا هذا هو حميتي في 2004-2005 كان يعتبر أميرا للجنجويد بعد ذلك ما حصل أن الحكومة أوقفت دفع مرتباتهم في تلك الفترة سمى نفسه الجندي المجهول أو الجندي المظلوم وكان يبعث برسائل لحكومة الخرطوم قال أنه سينضم إلى حركات التمرد الأخرى في دارفور ونحاربكم حتى يوم القيامة في تلك الفترة هم وجهوا له الدعوة للخرطوم و2007 بدأت مسيرته المهنية وأعطي لقبا و أعطوه كل المستحقات المتراكمة من قبل ودعي إلى الخرطوم ورقي ومنح منصب مستشار حكومة جنوب دارفور وهكذا حصل على منصبه عن طريق الابتزاز اليوم هو عضو المجلس السيادي ويعتبر نفسه بمثابة نائب الرئيس لا يوجد منصب نائب رئيس لكن هو يسمي نفسه ويعتبر نفسه نائب رئيس لديه القوة الآن لديه السلطة لديه الثروة ولديه قوة لا يستهان بها في الخرطوم أيضا ويحظى بدعم من الرياض والإمارات هو أمر المصريين فلم يحبوه لأنه أراد أن يخلق ركيزة أخرى مقابل الجيش والإماراتيون والسعوديين يريدون استخدام كميليشيا للمستقبل كيف وصل إلى السلطة الرئيس البشير السودان هو بلد لم يتقدم أبدا و منذ العام 2008 عندما هددت حركة المساواة في دارفور حركة العدل والمساواة أن تهاجم الخرطوم فالرئيس البشير أعطى المزيد من
دعم المالي والسلاحي لقوات الجنجويد التي يقودها حميدتي لمجابهة القوات العدل والمساواة، وطبعا لأنه يحظى بدعم بشري ومعلومات استخبارية، وكان بإمكانه أن يهاجم المتمردين بعربات من 400 عربة أو شيء، وهذا ما يعطيه ميزة وتفوق عليهم. أيضا هم أيضا من ميزتهم أن الحركات الأخرى كانت تعاني من انقسامات، والنظام سعى إلى أيضا تعميق الانقسامات وإنشاء مراكز قوى مختلفة في الجيش وقوة التدخل السريع والاستخبارات. حميد لديه ذكاء فطري في الحقيقة، كان يغتنم كل فرصة، وأيضا راغب في المخاطرة. الجيش أصبح تقليديا يبتعد عن المخاطر والمغامرة، وغير قادر على إحداث التغيير لحاجته لدعم لوجستي كبير. عندما التقيت بعض الأرقام، أن أكثر من 130 معركة بين المتمردين والجيش لم يكسب الجيش ولا معركة منها. لهذا السبب حميدتي كان مكسبا للدولة. حميدتي طبعا كان يدفع مرتبات لكل فرد تعادل مرتبات 5 أفراد من الجيش. الدعم المؤسساتي، الحكومة أصدرت قانون في العام 2017 جعل من قوات دعم السريع ضمن مؤسسات الدولة، والاتحاد الأوروبي كان له دور لأنهم أرادوا من حميدتي أن يلعب دورا في حماية الحدود من الاتجار بالبشر. لهذا السبب الحكومة السودانية أصدرت هذا القانون، فأصبحت قوات دعم السريع تابعة للرئيس مباشرة، بعد أن كانت تتبع إدارة الأمن، وهم أصبحوا مثل الحرس الجمهوري للرئيس، وأصبحوا قوة ثالثة للسيطرة ومراقبة الآخرين. لهذا السبب عندما أزيح البشير كان هناك صعوبة في الموازنة بين هذه القوى، الجيش والقوات الاستخبارية وقوات الدعم السريع. بسرعة تم ترقية حميدتي، أصبح عميدا ولواء وفريقا متجاوزا كل الأطراف أو الأشخاص الآخرين. طبعا الناس الموجودين في مركز النظام لا يروق لهم ذلك، أحيانا هناك نوع من العنصرية، فالناس طبعا يقولون كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون رئيسا. أنا أقول لو أن الرئيس البشير أصبح رئيسا، لماذا لا يصبح هذا أيضا؟ طبعا قوات دعم السريع تمتلك ما بين 5,000 إلى 8,000 عربة، مثل عربات البيك أب وأسلحة خفيفة. الآن هم يدربون طيارين، لهذا السبب هم يتحركون صوب أن يصبحوا جيشا نظاميا مؤسسا مؤسساتيا. وأيضا طبعا لأن الجيش يمتلك هذه الإمكانيات هم يحاولون تحييدها. هم بعثوا أشخاص للتدرب على الطيران في إثيوبيا وروسيا البيضاء والإمارات وغيرها، ويتدربون أيضا على أسلحة مضادة للطيران. هذا كله يظهر أنهم يريدون أن يصبحوا جيشا في المستقبل، وهناك احتمال أن يتم دمجهم بالجيش السوداني. لكني لا أعتقد أن حميدتي مهتم بهذا الفكر، لأن لديه تفكيرا آخر. هم إذا ما اندمج بالجيش فهو
سيعني ذلك أن مستقبله سيكون غامضا. أيضا بسبب الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري الحقيقي أوضح بوضوح أن هذه القوات يجب أن تدمج مع الجيش، وهذا تفكير مصري، بينما الإماراتيون لا يروق لهم ذلك، يريدون بقائهم مستقلا. لهذا السبب طبعا توسع ثروة حميدتي، هناك 4 أطنان من الذهب كل شهر أو ما يعادل 140 مليون دولار يتم إنتاجها، وربما تؤخذ من جمل عابر وأماكن أخرى في جنوب كردفان ومناجم أخرى في الشمال، في شمال السودان، وهو يحصل على 30 مليون دولار من دعم، بسبب أنه أرسل 30,000 مقاتل، يعني من أي 1,000 دولار في الشهر عن كل مقاتل. وأيضا المرتبات يحصل على 85 مليون ويحولها إلى العملة السودانية باستخدام سعر الصرف الرسمي، فيحقق مكاسب أيضا من ذلك. لهذا السبب ما يمتلكه قد يصل إلى 1 مليار دولار. الآن بدأ يشتري النخب بالمال، لأن هناك الكثير من الأساتذة وأفراد النخب يدفع لهم المال مقابل ولاءاتهم وشراء ذممهم، وكل ذلك من أجل أن يرتقي سلم المكاسب والمناصب السياسية. أنا أقول هذا الأمر لا بأس به، أنت إذا لم تشاء أن يكون أحد من جبال النوبة رئيسا للسودان ليكن هذا الشخص مثلا. لكن أثناء فترة الثورة هو اتخذ موقفا في الحقيقة، لأنه عرف أن المصير مصير البصير معلق البشير، وطبعا ذهب إلى الخرطوم لكنه قال إننا لن ننحاز إلى أي طرف، وكان موقفه هذا مساعدا على إزاحة البصير. لهذا السبب كان له دور في هذا، والناس يقدرون ذلك. إذا ما بقي في ذلك الموقف بإمكانه أن يستلم السلطة بكل سهولة من برهان. ماي فريند، صديقي سماه هبنقة، بحثت في القاموس ولم أعرفه، وشرح لبعض الناس معنى الكلمة بأنه يعني طرطور، فقلت له عليك أن لا تهين رئيس دولة، هذا ما قاله لي أشرف على أي حال. هو أصبح مركز القوة الآن، وكانت له مناوئة مع صلاح غوش رئيس جهاز الاستخبارات الذي دفعه إلى الخروج خارج البلاد، وأيضا اختلف مع بن عوف الذي بقي في السلطة لمدة يوم واحد، وكان لحميدتي دور في إزاحة بن عوف والإتيان ببرهان إلى السلطة، لأن برهان ليس عنده مانع أن يكون في الظل وأن يكون الشخص الثاني. إذا نحن نرى أن لا أحد يثق بالجيش، حتى برهان لا يثق بالجيش، والمجلس السيادي الانتقالي لا يثق بالجيش، لأنهم لم يحصلوا على توافق الجيش، باعتبار أنهم جاءوا إلى القوة، جاءوا إلى السلطة بدون موافقة الجيش كاملة. لهذا السبب حميدتي يلعب على هذه التناقضات، لهذا السبب جاء بأفراد قوة الدعم السريع إلى الخرطوم وسيطروا على المرافق الرئيسية والحساسة ليكون مسيطرا على الأمور. يقال أن البرهان لديه مشاكل صحية واحتمال أن الجيش سيزيحه، لهذا السبب هو يوطد موقعه كنائب للرئيس.
إذا هناك احتمال أن يصبح رئيسا إذا ما انزاح البرهان عن المشهد بشكل أو بآخر. النقطة الأخرى التي الناس يرونه باعتبار شخص وحشي ومتوحش وأمير حرب ويستغل الأمور لصالحه، والبعض يراه كزعيم للمهمشين، فهو الآن يتحدث باعتباره بطلا للسلام. الآن هو يتحدث عن حركة السلام على أساس أنه هو يمثل حركة السلام، وأن حركة التمرد وحمدتي ينطلقان من منطلق واحد. وقوى التغيير والثورة قحط، وطبعا هذه مجموعة انتهازية رفعت راية الثورة، والآن هم أنفسهم يتفككون. لدينا حكومة ضعيفة ومتفككة، ممكن للجيش أن يعود إلى الواجهة مرة أخرى من خلال هذه التناقضات. النقطة الأخرى أن تطور القوات الدعم السريع ليس بسبب الدور الروسي، ولكن أيضا بسبب دور الاتحاد الأوروبي الذين يريدون منه، من حميتي، أن يتصدى لظاهرة التجار بالبشر. حميتي كان أصلا من المتاجرين بالبشر، لكنه تخلص من الآخرين وقال لهم مبتزا إنكم إن لم تعطوني ما أريد سأفتح الحدود مرة أخرى. إذا إقامة علاقات على المستوى الإقليمي والخارجي، لديه ارتباطات مع التشاديين، لأن ابن عمه وزير دفاع في تشاد ولديه طموحات في العودة إلى هناك، وأيضا لدينا أيضا أفراد من قوته من جمهورية أفريقيا الوسطى وأيضا من جنوب السودان، ريك مشار تحديدا، ولدي حوالي 7000 مقاتل في ليبيا مع اللواء حفتر، إضافة إلى طبعا نيجر بوكو حرام والسعودية والإمارات واليمن. هذه كلها تلعب لصالحي الآن، لكن ماذا عن المستقبل؟ المستقبل يعتمد طبعا، أنا أتوقع أنه ستوجه له تهم بارتكاب جرائم حرب. كان هناك تلويح بعمل ذلك مرة ولم يتم، لكن ربما سيتم ذلك. هو وصل إلى السلطة بالقوة، لكن سيكون عهده قصيرا فلا مستقبل له. شكرا جزيلا حامد. أعتقد أن ما قدمته من منظورك ومن ورقتك سأيضا تقودنا إلى السؤال، وهو كيف تتعامل مع القوات شبه النظامية وشبه العسكرية؟ هل سيكون من السهل تفكيكها أو دمجها؟ هذا ما ستتحدث عنه تيانا ريفتج، وهي ستتحدث عن روابط معقدة التفكيك الفاشل للوحدات شبه العسكرية في صربيا، وكيف هي تؤثر على الواقع السياسي في صربيا. تيانا تحيي لدرجة الدكتوراه في جامعة بلغراد، مدينة جميلة أنا زرتها، ولديها درجة الماجستير من جامعة بلغراد، وهي منذ العام 2018 تشغل منصب مدير التحرير مجلة الأمن الإقليمي. تتمحور اهتمامات الأكاديمية حول التصميم المؤسسي والعلاقات بين الجماعات في المجتمعات المنقسمة والخارجة من النزاعات.
شكرا جزيلا. أريد في بادئ الأمر أن أشكر معهد الدوحة، وأريد أن أشكر الدكتور عاشور لإعطاء هذه الفرصة لأكون معكم هنا لمناقشة هذه القضية المهمة. إذن ربما قد تكون هذه الاختصارات مربكة، أو ربما قد تقودكم باتجاه خاطئ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدي دي آر والإس إس آر، لكن واحدة من المؤشرات الموجودة التي ستقودنا إلى اتجاهين في النقاش الذي خضناه حتى الآن أمس واليوم. في بادئ الأمر أريد أن أنتقل جغرافيا التي اقتربت منها الجلسة السابقة، وأريد أن أتحدث عن أعقاب الحرب في يوغوسلافيا، وكذلك أنتقل إلى مرحلة ما بعد النزاع، المرحلة التي تلي النزاع، المرحلة التي نتحدث عنها اليوم، والتي ستوفر، نأمل أن تكون هناك بعض الدروس سواء جيدة أو سلبية. إذن منطقة غرب البلقان عفواً كانت بمثابة مختبر بالنسبة لمحاولات بناء السلام، والدروس طبعاً تقوم بسياقها الجوانب أو الجهات الأكاديمية. إذن خلال العرض بشكل سريع جداً أريد أن أتطرق إلى بعض النقاشات النظرية الموجودة في الورقة والتي تحاول أن تتناول هذا الموضوع، والمحاججة النهائية النظرية هي لا تزال قيد التطوير، وسأمر بشكل سريع جداً وأقفز عن بعض هذه المعضلات النظرية. وبعد ذلك سأتحدث عن وحدات شبه العسكرية الصربية، وأتحدث عن مرحلتين أدت إلى التحول في هذه الوحدات شبه العسكرية في صربيا، والتي مرت بها منذ الحرب لغاية يومنا الحالي. وبعد ذلك سأتحدث عن بعض الاستنتاجات والخلاصات التي سيتم التطرق إليها في عملنا. فيما يخص النقاشات النظرية التي نحاول أن نتناولها في هذه الورقة، كما هو الشأن بالنسبة للحروب الهجينة، وكما تمت الإشارة إلى هذه الظاهرة المرتبطة بهذه الاختصارات، إذن الممارسات المتعلقة بنزع السلاح، التسريح وإعادة الاندماج والأمور الأمنية هي بقدم المصطلحات نفسها، لكن الأدبيات في هذا المجال لا تزال في بداياتها، ولا تحتاج إلى أدلة تجريبية ودراسات مقارنة وكذلك شروحات ونماذج نظرية. طالما أن البحث لا يزال في بدايته وهناك نذرة في المعلومات، هناك توافق قليل في الأدبيات المرتبطة بهذه القضايا. إذن واحدة تتعلق ببرامج نزع السلاح، التسريح وإعادة الإدماج بالنسبة للمقاتلين السابقين، بعضهم يقولون إن هذه المسألة هي جيدة وهي ستساعد الأعداء السابقين أن يتجنبوا هذه المعضلة ليتم إعادة إدماجهم في المنطقة، لكن لهذه الأسباب فإن نزع السلاح، التسليح وإعادة الإدماج في العقدين السابقين أصبح من الأدوات المعتمدة في بناء السلام، تعتبر أمور اعتيادية في أي اتفاق سلام، وينصح بأن يتم تضمينها حتى يتم المضي قدما نحو نزع السلاح. إذن طالما أنها أصبحت جزءا من أدوات بناء السلام، هناك كذلك الممارسين أدركوا أن بعض العناصر الأخرى التي تأتي بعد العنف، هناك ما يسمى بالعدالة الانتقالية، وهو معاقبة ومساءلة من ارتكبوا المخالفات حتى يتم ردعهم من ألا يقوموا بارتكاب نفس المخالفات في المرحلة القادمة، وكذلك تعزيز الجوانب الأمنية في إطار الإصلاحات، كذلك في إطار حوكمة ديمقراطية. إذن قمت بالربط والنظر إلى العلاقات الموجودة
موجودة التي تعزز بعضها البعض، وهذا أمر منطقي لأن هذه العناصر كلها تسعى إلى المصالحة من خلال احتكار أساليب العنف. لكن هناك بعض النقاط التي لابد أن ننظر إليها من حيث التعريفات المفاهيمية وكذلك الجوانب والتبعات العملية المرتبطة بهذه النشاطات والآليات الثلاث. على سبيل المثال بالنسبة لنزع السلاح، التسريح وإعادة الإدماج وكذلك العدالة الانتقالية والتوتر فيما بين هذه العناصر هي تعكس المعضلة ما بين الأمن والعدالة، طالما أن علماء المختصين في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يحاججون ويقولون إن الاستقرار لابد أن يأتي قبل إرساء العدالة وما إلى ذلك. وكذلك في هذا الإطار، إطار الحجج، يقولون أنه لهذا الأمر يؤدي إلى تخفيف معاناة الضحايا أكثر من أي سعي نحو عدالة جنائية أو عدالة أو ما إلى ذلك. من الجانب الآخر فإن العدالة الانتقالية ترتكز إلى مبدأ المساءلة ومساءلة الطرف الآخر، وهي تكون مرغوبة أكثر من قبل الضحايا أكثر من المقاتلين أنفسهم. إذن هذه الآليات الثلاث هي مصممة من قبل جهات مختلفة ولمستفيدين ومجموعات مختلفة، هذا يعني أنه بإمكانهم أن ينظر إليها. إذن عندما يتعلق الأمر بإصلاحات القطاع الأمني والدي دي آر في مرحلة إعادة الاندماج، هناك تقاطع في هذه المرحلة من حيث إصلاحات الجانب الأمني، لأنه في هذه المرحلة عندما يبدأ المقاتلون القدامى أن يتم تعيينه في القطاع الأمني، أو إذا كانت إصلاحات القطاع الأمني عندما يفشل فإنهم يعودون إلى وحدات شبه عسكرية أو قطاعات الأمن الخاص، أو ربما قد تكون هناك جهات غير منظمة في مرحلة ما بعد النزاع. وبالتالي هذا يرسل رسالة بأن إصلاح القطاع الأمني ومسألة نزع السلاح والتسليم وإعادة الإدماج لم تكن ناجحة. إذن المبتغى من هذه الورقة هو شد الانتباه وتوفير بعض الأدلة التجريبية لكون هذه المراحل الثلاثة والمطالب التي يطلبها المجتمع الدولي تكون هناك عدم انسيابية في تطبيقها وحسب المجتمع الدولي. لماذا دراسة حالة صربيا هي تعتبر أساسية عند مناقشة هذه القضايا؟ إذا كان لدينا وقت خلال الجلسة، هناك أسباب مختلفة. نرجو من المتحدثة الاقتراب من الميكروفون رجاء حتى نتابع الترجمة. الرجاء الاقتراب من الميكروفون حتى يتسنى لنا متابعة الترجمة لنسمع ما تقول المتحدثة. عادة لا يتم الاهتمام بشكل كبير جدا بهذه الدول التي لا تكون طرفا رسميا في الحرب، على الرغم من أنها تكون قد شاركت في النشاطات التي جرت خلال فترة الحرب. بالنسبة لصربيا، واحدة من الحجج المضادة بالنسبة لادعاءات التوسع وجرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال حرب البوسنة، كانت من بداية الحرب إلى الآن كانت على أساس أن بوسنة كانت جزء من الاتحاد اليوغوسلافي ولم تكن طرفا رسميا في الحرب، لأن الجيش اليوغوسلافي للجمهورية السابقة انسحب من بوسنة في 1992، ومنذ ذلك الحين فإن جيش سيبسكا كان هو الجيش الرسمي، لذلك فإن الصرب قاتلوا في الوحدات شبه العسكرية المختلفة التي قاتلت في بوسنة. نفس الشيء بالنسبة لكرواتيا، لكن هذه القصة هي مختلفة تماما. وفي هذه المسألة هذا يقودنا إلى المسألة الثانية، هو أن الحرب في أوغسلافيا السابقة لم يتم شنها
على الأراضي الصربية. هذا يعني أن كل آليات نزع السلاح التسريح وإعادة الإدماج التي طلب بها المجتمع الدولي لم يكن عمليا لها علاقة بصربيا. لم يكن هناك أي برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكذلك فك الوحدات شبه العسكرية من صربيا. لم تحدث في صربيا. إذن سأتجاوز هذه النقاط، لكن ما أريد أن أؤكد عليه على الرغم من أن صربيا شاركت في 3 حروب في العقد الماضي، لكن صربيا لم تقم بعملية نزع سلاح تسريح وإعادة إدماج. إذن نظرت إلى تطور هذه المحادثة وكان لابد أن ننظر إلى العلاقة ما بين الوحدات شبه العسكرية وكذلك حكومة بيرغراد والعلاقات ما بينها التي حددت ما إذا كان سيكون هناك تفكيك هذه الوحدات أو عدم تفكيكها، كما هو الشأن بالنسبة لوجهات شبه عسكرية في حرب البوسنة. إذن هذه من الأرقام التي تم وضعها في تقرير الأمم المتحدة في مجلس الأمن حول جرائم الحرب التي تم ارتكابها في بوسنة. كان هناك 55 من الوحدات شبه العسكرية التي كانت مشاركة. الأرقام ليست نهائية، من الصعب أن نعرف ما هي الأرقام الصحيحة أو النهائية بالنسبة لهذه الوحدات في أي نزاع، لأن هناك انقسامات، هناك تغييرات فيما يخص سلسلة القيادة وما إلى ذلك. إذن كانت هذه الحقيقة التي كانت موجودة في البوسنة، لكن فإن أعداد وحدات الصربية كانت هي الأكبر مقارنة بالمقاتلين من الطرف البوسني أو الكرواتي. وعندما يتعلق الأمر بالبنية أو الهيكلية التي كانت موجودة، كان هناك أشخاص من خلفيات مختلفة، من فئات عمرية مختلفة، واستراتيجية التجنيد كانت رسمية وغير رسمية، إما من خلال روابط أسرية، من خلال إعلانات على الصحف، وكذلك العضويات الرياضية كانت من الطرق المعتمدة، لأن كانت هناك عدد من الوحدات الصربية التي كان بها النمور والتي كانت تتضمن بشكل أساسي مشجعي الأندية المعروفة ريد ستار من بلغراد. وكذلك فإن العضوية كانت جزء من تعبئة هذه الوحدات. وعندما بدأت الحرب في البوسنة، فإن الأحزاب السياسية بدأت تتنافس مع بعض البعض حتى تثبت كل واحدة على حدة ولاءاتها القومية والوطنية وجاهزيتها للمدافعة أو الدفاع عن المصالح الوطنية. ووجود عدد من هذه الوحدات التي هي مرتبطة بالقادة السياسيين. إذن لدينا هذه الصورة التي ترون فيها هذا من الحزب الراديكالي الذي كان له وحدته شبه العسكرية. لكن على الرغم من هذه الاختلافات التي جعلت هذه الوحدات شبه العسكرية متشابهة، ولكن كثيرين منهم كانوا غير رسميين وكانت لديهم روابط مع النخبة. إذن هذه الشبكات كانت بأنواع مختلفة. إذن من جانب كانت تستند إلى الدعم الذي جاء مثل الأسلحة والذخيرة من بلغراد، إما من خلال الجيش اليوغوسلافي بعد الانسحاب، أو كان لها علاقة بالدفع أو دفعت إلى هذه الأراضي التي كان فيها النزاع. إذن بالإضافة إلى هذه الروابط، إذن الصور التي ترونها أمامكم هي توضح ما تحدثنا عنه. هذا الرجل الذي كان هو مسؤول عن الأمن الاستخباراتي، وهي تعتبر المؤسسة الأمنية الأهم، وهنا في الوسط هو الذي ساعد المؤسسة العسكرية في تدريب الوحدات شبه العسكرية في كرواتيا في كنين، والتي بعد ذلك انتقلت إلى البوسنة كذلك. لكن هذه الروابط لم تكن فقط سياسية ولم تكن
لأسباب سياسية أو مصالح مقدسة وطنية، وإنما كانت لأسباب ربحية ولها علاقة باقتصاد الحرب، حيث أن وحدات الشبه العسكرية كانت واحدة من الركائز الأساسية للتهريب وكذلك التجاري مثلا في الطعام والأسلحة وما إلى ذلك لتأسيس هذا الاقتصاد الذي تقوم بتأسيسه هذه الوحدات شبه العسكرية. إذن تم توضيح أن هذه الوحدات شبه العسكرية كانت أحيانا تقوم بعدم بوقف بانتهاك الهدنة وما إلى ذلك من أجل مصلحتها المتعلقة بالاقتصاد اقتصاد الحرب. إذن الوحدات وحدات شبه العسكرية الصربية، وحسب الشهادات التي جاءت فيما بعد من قبل خلال المحاكمات التي تمت وكذلك أمام المحاكم محاكم لاهاي في محكمة يوغوسلافيا السابقة، كان هناك عدد من انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك عدد من الفضائع التي ارتكبت من جرائم حرب وما إلى ذلك. المرحلة الثانية والتي هي مهمة لنفهم الجوانب السلبية المتعلقة بنزع السلاح التسليح وإعادة الإدماج، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة والتي كان فيها تكامل أو دمج ما بين عدم تطبيق السرب نزاع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج عندما قاموا بتطبيق نظام إصلاح النظام الأمني. إذا لم يكن هناك أي أحكام مفصلة تتعلق بنزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، والنخبة هناك كانت تقوم بهذه العملية بطريقتها، إذا تجنبوها عمليا. إذا ما حدث عمليا أنه ما يقارب 10,000 من شبه العسكريين، وهذه فقط من الدراسة الوحيدة اللي حاولت أن تقيس وتعد عدد الأشخاص الموجودين. لكن ربما قد تبدو المسألة غريبة، لكن صربيا لم يكن لها سجلات رسمية تتعلق بعدد الأشخاص المشاركين في الحرب، ولم تكن لها سجلات رسمية فيما يخص الجرحى أو الأشخاص الذين قتلوا خلال الحرب في البوسنة، ونفس الشيء ينطبق على كوسوفو. إذن البوسنة ما ليس لدى صربيا هو كذلك هو جزء من الادعاء الذي يقول إن الصرب لم تشارك في الحرب أصلا. إذن وبهذه الفكرة وبعد ذلك أنهي مداخلتي. ما حدث أنه في 1997 فإن رئيس الدولة قرر أن يسمح لوزارة الداخلية بأن تقوم بدمج عدد من مجموعات شبه العسكرية الأقوى منها، خصوصا راد براتس، لتحويلهم إلى وحدات نخبوية خاصة للشرطة تابعة لوزارة الداخلية في صربيا، ودون ما أي تحقق أو تأكد من أنه لم تكن هناك ارتكاب لأي انتهاكات حقوق الإنسان، وتم جلبهم إلى نظام الأمني للدولة. ومستوى وهذا يشي بأن قائد الوحدة بعد تأسيسها كان هو القائد خلال فترة الحرب، والذي قام باغتيال رئيس الوزراء الجمهورية الصربية. إذن هناك سببان لحصول هذه المسألة. السبب الأول هو أن هذه الوحدات بقيت مسؤولة فقط أمام ميلوسوفيتش وكذلك قيادة الوحدة، لكن لم يكن هناك سيطرة أو قيادة، وكان هناك كذلك فرق موت كانت تقوم بمكافحة التمرد في كوسوفو طالما أن الحرب كانت تقترب. والمسألة الثانية كانت مقاتلة الأعداء السياسيين وما إلى ذلك، والتي كانت مسؤولة طبعا مباشرة بقتل عدد من الخصوم السياسيين. إذن هذه الشريحة الأخيرة. إذن بعد سنة 2000 عندما بدأت الثورة الديمقراطية في صربيا، على الرغم أنه كان متوقعا أن الوحدة ستساعد ميلوسوفيتش ليبقى في السلطة، لأنه في 1991 وخلال الاحتجاجات التي جرت من قبل المعارضة كان
كان هناك دبابات عسكرية في الشارع. الوحدة كان يتوقع منها في ذلك اليوم عندما خرج الملايين إلى شوارع بلغراد لإقرار بخسارته في الانتخابات. الوحدة لم تفعل أي شيء عمليا، بقيت في تكناتها العسكرية. إذن البعض ربما قد يفكر أن هذه مسألة لها علاقة بصعود الروح الديمقراطية، والجهات الاستخباراتية وقفت بجانب المحتجين ومع رغبة الناس. إذن ما حدث في الأيام التي سبقت 5 أكتوبر هو أن زعيم المعارضة الديمقراطية قام باتفاق مع الوحدة بعدم الاعتداء المتبادل. إذن وعد زعيم الوحدة أن هذه الوحدة لن يتم تفكيكها أو مساءلتها عن أي انتهاكات إذا ما توقفت عن دعمها لميلوزوفيتش. إذن فإن الرئيس الوزراء كان لابد أن يمنع ما يجري في الشارع، وبالتالي وقام بعدم تطبيقه لهذه المبادئ. إذن هذا أدى إلى عندما يكون هناك الحكومة تحاول أن تسرع جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وكذلك تعاونها مع محكمة يوغوسلافيا السابقة من أجل إعادة الإدماج، فإن هذه الجهات كانت تقوم بردات فعل. إذن واحدة من ردات الفعل كانت من خلال إعاقتهم للطرق وعرقلتهم ومطالبتهم باستقالة رئيس المؤسسة الأمنية، وحصلوا على ذلك. إذن مثل هذه المبادرة القوية والتي كانت في 2003، كان هناك اغتيال للرئيس رئيس الوزراء التي قام بها أعضاء من هذه الوحدة، وهذا الحدث بالإضافة إلى كل هذا المجال الآخر بقي قويا للغاية في هذا النظام، وهذا أمكن الإصلاح في المجال أو القطاع الأمني، وأدى ليس فقط إلى تعزيز روح الإفلات من العقاب، وذلك في 2003 الكثير من الأعضاء بما في ذلك القائد الأول للوحدة أدى إلى مساءلته وإلقاء القبض عليه، وكذلك مساءلته فيما يخص عدد من الاغتيالات بما في ذلك اغتيال رئيس الوزراء. لكن على الرغم من تفكيك هذا الاحتياطي، فإن هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج أن نقوم بها قبل أن يكون هناك إصلاحات حقيقية بالنسبة للقطاع الأمني. شكرا جزيلا. شكرا لك تيانا، محاضرة قيمة. الآن ننتقل إلى آلان حساسنيان، وهو في يعد من درجة ما بعد الدكتوراه في مركز الكردي في جامعة إكسدا، مركز الدراسات الكردية، وقد نال درجة دكتوراه من جامعة إكستر، وورقته تتعلق بدمج البيشمركة في الجيش الرسمي ربع ساعة. شكرا جزيلا ومرحبا بكم جميعا. أود أن أشكر منظمي هذا المؤتمر، كما يوضح العنوان للبقرة الورقة من التحول من قوة غير نظامية إلى قوة نظامية في لقوات البيشمركة في منطقة أو إقليم كردستان في العراق في مرحلة التحول الجارية في العراق، وكيف أن
تطورت البيشمركة من قوة ميليشياوية إلى قوة طبعا عندما أصبح الإقليم يدير نفسه من خلال عملية التحول. والمحادثة الرئيسية التي تقوم عليها هذه الورقة إن عملية التحول السياسي بدأت منذ بداية التسعينيات، ولكن بسبب الأسلوب الذي اتبعته القيادة السياسية في إقليم كردستان في العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تفاعلت مع بعضها البعض، هذا تسبب بمراحل مختلفة من الانقطاع والفشل في عملية الانتقال السياسي. لماذا هذه الورقة البحثية مهمة؟ لأن حكومة إقليم كردستان لها جيش يتألف من نحو 200,000 من أفراد البيشمركة، وهي عنصر لا يمكن تجاهله من عنصر الحركة الكردية في العراق. وهذه القوة مرت بسبع عقود من التحول والانتقال، وعملية انتقالها تتطلب دراسة في مراحل مختلفة. أن إقليم كردستان في العراق هو إقليم يحظى بحكم ذاتي داخل الدولة العراقية الفيدرالية، ومع ذلك في موقعه داخل الدولة العراقية غير واضح، لأن الإقليم لديه قوة عسكرية يشار إليهم بالاسم الكردي البيشمركة، وأيضا الحكومة الكردية وحكومة إقليم كردستان بعضها تقع تحت إدارة الحكومة إقليم كردستان وبعضها تحت يخضع لقيادة الحزبين الكرديين. ومن خلال المحاولات التي تمت حتى الآن والتي لم تنجح بشكل كامل في تحويل البيشمركة، طبعا الآن في المرحلة الحالية لمن لم يطلع على هذه الأمور ومن لا يفهم مفهوم البيشمركة، ممكن أن نلقي فكرة كلمة بيشمركة الكردية تعني أولئك الذين يواجهون الموت، وهم رمز لكفاح الشعب الكردي في الجزئين من العراق وإيران التي يقتنها الأكراد. وهذه صور للقادة الأكراد الذين قادوا حركات التمرد مثل الشيخ عبد الله شمديني وسمكو وشيخ محمود برزنجي. ومن صفات هذه الحركة في الجزء أو النصف الأول من القرن العشرين يشار إلى عادة على تمرد كردي قبلي، لكن مع تأسيس جمهورية مهاباد وهي الجمهورية الكردية في كردستان الإيرانية، الحركة المسلحة الكردية المعروفة بالبيشمركة مرت بعملية انتقال كبير. إذن الجزء المسلح من الحركة الكردية تحول من قوة قبلية إلى جيش وطني للأمة الكردية. لهذا السبب من هذه المرحلة وفما فوق نرى من العام 1946 من بين القادة مصطفى بارزاني ومعه 4,000 من المقاتلين الأكراد العراقيين الذين شاركوا في تأسيس هذه الجمهورية الكردية قصيرة العمر. في العراق في كردستان العراق من العام 1958 إلى العام 1975 عاد ظهور البيشمركة كقوة مقاتلة، وسجلت هناك عمليات ومعارك بين البيشمركة وبين الجيش العراقي والتي شكلت تحديات كبيرة لجيش الدولة. في العام 1975
البيشمركة الذين كان عددهم بحدود 100,000 وبعد اتفاقية الجزائر بين طهران والعراق تفككت هذه القوة وتحللت بسبب الاتفاق، لكن نرى أن في الثمانينيات عاد البيشمركة للظهور من جديد، ومن خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت 8 سنوات شكلوا تحديا كبيرا للدولة. هذه الصور للبيشمركة قبل تفككها وأيضا تتبع الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. طبعا كان هناك محاولات لتحويل البيشمركة من مجموعة مسلحة غير تابعة لدولة إلى قوة نظامية، وهذه مرت بمراحل تاريخية مختلفة خاصة بعد تشكيل حكومة تقليم كردستان بعد انتهاء حرب الخليج الأولى وتحرير بعض أجزاء الإقليم الكردي، وأيضا في العام 1992 وبسبب تشكيل أول وزارة لشؤون البيشمركة أن قيادة الحزبين الديمقراط كردستان الاتحاد الوطني قد تولت هذه العملية لتحويل البيشمركة من قوة قتال جبلية إلى قوة قادرة على الدفاع عن المدن والإقليم وليس فقط قوة حرب عصابات. طبعا في العام 1994 1997 حدثت حرب أهلية بين الحزبين الكرديين أعاقت هذه العملية. بعد ذلك فيما يسمى باتفاقية واشنطن، وهي محاولة أمريكية للتوسط بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكان مسألة توحيد البيشمركة عنصرا مهما من اتفاقية السلام، هذه اتفاقية واشنطن. لكن في واقع الحال بقي الاتفاق حبرا على ورق، ولم تجرى أي محاولة حقيقية من الحزبين لإعادة توحيد القوة قوة البيشمركة. في العام 2003 حانت فرصة تاريخية أخرى في عملية تحول البيشمركة، لأن البيشمركة قبل ذلك كانت قوة إقليمية معزولة محصورة في مناطقها، فجأة أصبحت شريكا وحليفا دوليا للأمريكيين في القتال ضد نظام صدام حسين والإطاحة به في بغداد. في 2004-2005 للمرة الأولى في الحقيقة في الأدبيات هناك إشارة إلى هذه الناحية، ولكن إلقاء نظرة على علاقات الأكراد مع بغداد، كانت هذه المرة الثانية أن الأكراد والبيشمركة يعترف بهم كجيش إقليمي من قبل الدستور العراقي. في المرة الأولى من خلال إعلان البزاز في العام 1966، وأيضا بفكرة إنشاء عراق جديد، نجح الأكراد في فرض شرعية للبيشمركة ليس كميليشيا بل جيش وطني، وهذه كانت لحظة تاريخية. في 2006 و2010 بسبب الوضع داخل العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، أن هناك لحظة حرجة قد حدثت، وهي أن البيشمركة كانت عنصرا حيويا نظر إليه من بغداد ومن أربيل كجزء من العملية السياسية. أيضا إدارة الإقليم الكردي والحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني
اعتبر أن توقيت توحيد البيشمركة كقوة موحدة سيكون عنصرا مهما لقوي من موقفهم التفاوضي في هذه الفترة. رغم أنهما كحزبين لم يستطيعا تحقيق توحيد الفصائل بشكل دقيق، لكن تم تشكيل 40 كتيبة أو لواء أو فوج مشترك، وهذا النوع من التوحيد في واقع الحال كان معتمدا على المواقف الحزبية لكل طرف. في كل مرة قرر أحد الحزبين سحب قوات البيشمركة التابعة له من هذه المؤسسة الموحدة كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك، وحصل ذلك بعد قرار حزب لسحب قواته من الخطوط الأمامية. لهذا السبب واقع الحال يعني أن وزارة البيشمركة كانت تقوم بدور مركز تنسيقي بين القوات العسكرية وأيضا التي وافقت على العمل تحت لواء مظلة واحدة مشتركة. لهذا الوزارة اعتبرت مظلة وليس أداة توحيد للقوات. لذلك هناك لحظة دقيقة وحرجة في التاريخ في دور البيشمركة في حياة إقليم كردستان، عندما تعرضت إقليم كردستان لهجوم قوات داعش والتي استطاعت في مرحلة أو فترة قصيرة من الزمن أن تنتزع السيطرة من قوات الإقليم بسرعة قياسية، مما أثار موجة استياء في صفوف الأحزاب الكردية التي قالت لماذا بعد 24 عاما من حكم أنفسنا بأنفسنا لم نستطع مقاومة عصبة من الإرهابيين الإسلاميين. لهذه كانت صدمة كبيرة لهم، وأيضا لهذا السبب تم تحشيد البيشمركة مرة أخرى بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا التي وفرت لهم الدعم والتدريب وتزويد البيشمركة بمعدات عسكرية. طبعا أيضا هذا كان مرة أخرى رفعا لدور البيشمركة لأنها لعبت دورا في إلحاق الهزيمة بداعش، واستطاعت تحدي بغداد من خلال استعادة السيطرة على مناطق واسعة تسمى بالمناطق المتنازع عليها بين الأكراد وبغداد. نرى هذا القوات البيشمركة في هذه المرحلة تراوحت مواقفها بين تقدم وتراجع، وفي العام في 16 أكتوبر 2017 كانت هناك لحظة تاريخية للبيشمركة ولإقليم كردستان، لأننا في هذه المرحلة كان هناك توتر في العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان في أعقاب القرار 25 من سبتمبر 2017 بعد الاستفتاء على الانفصال، حيث صوت 93% من الأكراد لصالح الانفصال، لكن بغداد العراق وإيران وتركيا من البلدان المجاورة لم ترضى بذلك، وقامت قوات الحكومة العراقية بمهاجمة مناطق من إقليم كردستان. وبسبب الخلافات الداخلية بين الأكراد، لأن هناك شق من الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني عقد اتفاقا سريا مع الحشد الشعبي للانسحاب من كركوك ومن المناطق المتنازع عليها الأخرى، وهذا ما خلق حالة استياء كبرى في صفوف السكان الأكراد. إذا حاولت أن أشير إلى التحديات الكبيرة التي مرت بها البيشمركة من خلال عملية الانتقال
من تنظيمات ميليشياوية حزبية إلى جيش وطني غير مسيس. طبعا الجزء الحزبي والولاء الحزبي أثبت أنه عقب كأداء في طريق توحيد البيشمركة. أيضا العلاقات بين الحزبين الكرديين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والتي أثرت في دور البيشمركة كجيش وطني، وهذا ما دعا أيضا القوات العراقية للدخول إلى التراب الكردي والذين قاتلوا سنوات لمنعهم. إذن هذه الأحزاب السياسية دعت من هم أعداء الشعب الكردي إلى ليدخل إلى الأراضي الكردية، وهذا ما أثر استياء كبيرا. في الحقيقة بغداد أربيل أو زاوية بغداد أربيل والعلاقة بينهما، ومنذ أن العلاقة ساءت بين الطرفين لأن الحكومة العراقية المركزية لم تدفع الموازنة للإقليم الكردي، وهذا ما أثر في وضعية البيشمركة. وبغداد لا ترى أن من مصلحتها أن يكون هناك قوة بيشمركة قوية موحدة في إقليم كردستان، لأن البيشمركة طبعا الحكومة العراقية من تعتبر أن حكومة إقليم كردستان جهة ثانوية، لهذا السبب تم إخضاع هذه الأداة التي أسسها الشعب الكردي كقوات بيشمركة أصبح من أجل الدفاع عن حقوق الأكراد، طبعا طوعت بهذه الطريقة. وهذا جانب آخر من جوانب التحدي الذي تفرضه القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا. بإمكان المرء أن يشير إلى دور تركيا وإيران لدور التخريبي في هذا المجال من خلال لأن رغم تدخلها الاقتصادي الكبير والاستثمار الكبير في الإقليم الكردي، لا تعتبر أن قوة البيشمركة إذا ما كانت موحدة سيكون ذلك لصالحها، بل تفضل بقائها منقسمة لأنها تعتبر أن العلاقة مع الأكراد من أجزاء أخرى من كردستان كنموذج يمكن أن يحتذى في تركيا أو إيران. إذن في هذه من هذه الزاوية كانت هناك علاقات سرية تقوم بين الأطراف المختلفة من أجل تخريب أي عملية إصلاح عسكرية أو سياسية. وباختصار لكي أنهي وأقول بالتأمل في تطور حكومة أو عفوا تطور قوات البيشمركة لإقليم كردستان، تطور هذه القوة من جيش غير حكومي وساهم بشكل كبير في دعم القضية الكردية كقضية قوية، وخاصة في مرحلة ما بعد 2003 عززت البيشمركة قوة الأكراد التفاوضية. لكن كما قلت أن الحزبين الرئيسيين للأكراد العراقيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والخلاف بينهما أدى إلى حرب أهلية بينهما، إضافة إلى السماح بحدوث علاقات فاسدة وعملية فساد وخلافات استغلت بين الشعب الكردي. وأي عملية توحيد في الحقيقة أعيقت بسبب مثل هذه المحاولات، رغم أن الولايات المتحدة شجعت على توحيد البيشمركة، والأمر في النهاية يعتمد على حسن النوايا لدى الحزبين. البيشمركة لديها سمعة رمزية وبطولية بين الأكراد، وليس فقط في العراق ولكن في أجزاء كردستان الأخرى مثل تركيا وسوريا وإيران.
لكن الاستمرار في الفشل في توحيدها على المدى البعيد سيؤثر بشكل سلبي على نظرة الرأي العام إلى البشمركة، لأن إذا ما فشلت عملية توحيد البشمركة فإن نظرة الشعب الكردي والرأي العام تجاه القوة التي تحميهم سيتذكرون البشمركة على أساس من خرب أمل الشعب الكردي في التوحد والاستقلال. هنا نرى جنديا عراقيا من الحشد الشعبي وهو يحمل العلم الكردستاني مقلوبا وهو رمز لأمة. هذا يعني أن الأسلوب الذي مقارنة بالصورة الأخرى وهي العلم الكردي مرسوما على الجدار وراء المقاتل الكردي، وهذا يعني أن هناك اتفاقا سريا مع بغداد لتدمير هذا الإنجاز الكردي. وشكرا لكم. شكرا جزيلا. عندنا ثلاثة حالات متشابهة أو متقاربة أو متباعدة. في الحالة الأخيرة اللي هي البشمركة عندنا ميليشيا تحولت إلى جيش وطني. في الحالة اللي قبلها عندنا جيش استوعب ميليشيا ثم حصلت فيها مشاكل، وعندنا الآن في هنا ميليشيا تريد أن تحل محل الجيش. الأسئلة لكم. أتفكر.